سلافة وخرجي وائل رمضان طلب يدها بطريقة صادمة، وانفصل لفترة ومع علاقة كاريس بشار، وشاهدوا حقائق ومعلومات أخرى لا تعرفونها عنهم. قبل مشاهدة الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. هي قصة حب مجنونة لا تشبه أي قصة أخرى، جمعت نجمين في الدراما السورية وهما وائل رمضان وسلافة وخرجي. نالت هذه العلاقة حصة كبيرة من التغطية الإعلامية، فكانت كل خطوة أو أمر يقومان به يسجل لهما أو ضدهما، فالعديد من الأخبار الكاذبة انتشرت عنهما، إلا أنهما كانا بالمرصاد لنفيها أو وضع حد لانتشارها. سلافة وخرجي هي ممثلة سورية من مواليد عام 1977، وهي ابنة الناقد السينمائي محمد فواخرجي والكاتبة الراحلة ابتسام أديب. تخرجت من كلية الآداب قسم الآثار في جامعة دمشق عام 1998، كما درست الفنون التشكيلية والنحت الضوئي بمعهد أدهم إسماعيل في عام 2017، ثم عادت للجامعة مرة أخرى لتعلم اللغة الآرامية السريانية بالمعهد العالي للغات في جامعة دمشق. بدأت مسيرتها الفنية حين كانت في السنة الثالثة من كلية الآداب، ورشحها المخرج ريمون بطرس لتؤدي دورا في فيلم الترحال، وقد حققت نجاحا كبيرا من خلال هذا الدور، مما جعل المخرج عبد اللطيف عبد الحميد يعرض عليها أن تقدم دورا رومانسيا في فيلمه نسيم الروح، ومن هنا بدأت مسيرتها التمثيلية. أما وائل رمضان فهو من مواليد 7 كانون الثاني يناير عام 1972، في الزبداني لعائلة من أصول كردية، وهو ممثل سوري عاش يتيم الأب وربته والدته واعتنت به وبإخوته الثلاثة. درس وائل رمضان في كلية الحقوق ولكنه لم يكن يحب هذا المجال، فتعلم العزف على العود من جده عازف العود. أما سبب تأخره في دخول معهد الفن هو جده، الذي كان يرفض دخوله معهد الفن، وبعد وفاته تمكن وائل من تحقيق حلمه والتخصص في المجال الذي يحبه. تعرفت سلافة وخرجي على وائل رمضان في كواليس تصوير مسلسل الجمل، وكان ذلك عام 1999، وكان في البداية صديقين مقربين، وتحولت الصداقة إلى حب كبير، خصوصا من ناحية وائل الذي لم يكن يترك فرصة إلا واستغلها للتعبير عن حبه لسلاف، التي سحرته بجمالها الخارجي ولفتته بذكائها وقوتها وموهبتها في التمثيل. وقد اجتمع الثنائي على حب بعضهما البعض وعلى حب المجال الذي يبدعان فيه وهو التمثيل. كانت طريقة طلب وائل رمضان ليات سلاف وخرجي مميزة للغاية، وما فعله كان صادما ويتطلب شجاعة، إذ وقف أمام باب منزل أهل سلاف وطلب يدها، حتى أنه هدد والد سلاف بأنه في حال لم يقبل طلبه سيصرخ ويجمع الجيران عليهم. بدوره والد سلاف وافق، ومنذ ذلك الحين أصبح وائل فردا من عائلة سلاف، ويعتبر حماته بمثابة والدته. تزوجا في عام 1999، وكانت وقتها سلافة وخرجي صغيرة في السن، وتحديدا في السنة الرابعة من دراستها الجامعية، وأنجبت ولدين من وائل هما حمزة وعلي. انفصل وائل رمضان وسلافة وخرجي في عام 2004، وانتشرت وقتها أقاويل تشير إلى أن سبب اتخاذهما هذا القرار هي ممثلة سورية كاريس بشار، التي دخلت على الخط. وتحدثت سلافة وخرجي في إحدى المقابلات حول هذا الموضوع،
وقالت لها أتمنى حصول ذلك مطلقا، حتى أنني أشعر أن فترة الانفصال بيننا كانت ضرورية، وذلك لأنها جعلتنا ندرك كم أن الواحد منا بحاجة للآخر، وعلاقتنا الآن أكثر نضجا وعمقا من الفترة السابقة التي شهدت بداية قصة حبنا فزواجنا. أما عودتهما إلى بعض كانت بطريقة عفوية، إذ اجتمعا في مسرحية لشو الحكي واكتشفا أنهما لا يستطيعان البقاء من دون بعضهما، مع الإشارة إلى أن سلاف غضت النظر عن ارتباطه بغيرها. في عام 2020 وبعد مرور سنوات على ما عاشته سلاف فوخرجي، لا زالت لا تستطيع مسامحة زميلتها كاريس بشار، وقد كشفت ذلك في إحدى المقابلات الإذاعية، حيث قالت لن أسامح كاريس لأن خلافي معها إنساني وليس تنافسيا أو شخصيا، وقد عادت علاقتي بزوجي جيدة ولا تعليق لي على أعمالها. وحول سر خلافها مع كاريس بشار قالت سلاف لا تعليق، ما بحب هذا ينسألها السؤال، المشكلة إنسانية جارحة أفضل عدم ذكرها، والمشكلة قديمة مش سهلة أن نكبرنا. قبل انطلاق مسلسل شارع شيكاغو انتشر بوستر العمل وظهر فيه البطلين سلافة وخرجي ومهيار خدور وهما على وشك تقبيل بعضهما، مما أثار الجدل وأشعل مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اعتبر المعلقين أن هذه الصورة جريئة جدا، وتساءلوا عن موقف زوج سلاف وإن رمضان الذي كان متقبلا للفكرة، حيث قال أنه هو من التقط الصورة بنفسه. وبعد أن عرض المسلسل ظهر البطلين وهما يقبلان بعضهما بعض ضمن أحداث المسلسل، مما أعاد فتح الجدل حول الموضوع، لكنه لم يؤثر على الثنائي. قبل 10 سنوات تقريبا تعرض وائل رمضان وسلافة وخرجي لحادثة صعبة جدا، وهي محاولة اختطاف لديهما على يد عاملة المنزل، إلا أنه تم إحباط خطتها قبل نصف ساعة من تنفيذها. وتحدثت سلاف حول هذا الموضوع مشيرة إلى أنه كان معها عصابة كبيرة والبعض نال جزاءه والبعض الآخر هرب خارج البلاد. شارك ابنها حمزة معها من خلال مسلسل كليوباترا، كما شارك ابنها علي معها في مسلسل امرأة من رمال. نالت سلافة وخرجي درع مهرجان القاهرة السابع للإذاعة والتلفزيون عام 2001 عن مسلسل أحلام لا تموت.